الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا هود. يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يصف أهل الكفر بأن المتعة في الدنيا واقتناص اللذة فيها هي الهدف الأول، وأن علاقة أهل الدنيا علاقة المعرضين عن الله عز وجل بخصومهم علاقة البطش والتدمير، فهو بين أن يكون غارقا في لذاته وبين أن يكون بطاشا بأعدائه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع كما قال عنها العلماء هي الحصون، وقال بعض العلماء هي البيوت، وقال بعضهم الآخر المصانع هي مستودعات المياه الضخمة. على كل، أهل الدنيا يعملون للدنيا وكأن الموت شيء لا علاقة لهم به. المشكلة أن الذي يقطع الإنسان عن الله عز وجل هي المعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب لها بحث طويل. ما الذي جعل هذا الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة؟ هو أنه لم يذق طعم القرب. المعاصي التي تلبس بها جعلت بينه وبين الله حجابا. فالمعاصي كما قيل بريد الكفر، المعاصي حجاب بينك وبين الخالق، المعاصي تجعل صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض. فالحديث عن المعاصي حديث دقيق، يعني من السذاجة أن تظن أن المعاصي كلها من نوع واحد. المعاصي متفاوتة والعصاة متفاوتون. إذا فهمت فهما دقيقا ماذا تعني المعصية وما درجات المعصية وما حالات العصاة، وقفت موقفا معتدلا وموقفا علميا. لأن كل إنسان إذا وجدته قد ارتكب معصية فكفرته فقد وقعت في حرج كبير. ما الذي تقع به؟ أنك ترى أن الناس كلهم كفار، وأن الناس كلهم بعيدون عن طريق الحق، وأنه لا جدوى منهم. بهذا تبتعد عنهم ابتعاد الزاهد والمتكبر. لكنك إذا عرفت أن للمعاصي أنواعا منوعة، هناك درجات في المعصية وهناك درجات في العصاة. هذا البحث نقف عنده قليلا، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به. قبل كل شيء، يعني حينما يفتح إنسان محلا تجاريا أو محلا لإصلاح السيارات، وحينما يعتقد أن كل عطب يصيب السيارة هو بسبب نقص في الوقود فقط، ما في عنده غير تفسير واحد. فإذا جاءه صاحب سيارة يشكو له أنها توقفت، يقول له: من قلة الوقود. هذا تفسير واحد لتوقف السيارة. أما أحيانا يكون المستودع قد عبئ حتى القمة ومع ذلك تقف السيارة. إذن هناك أسباب كثيرة لتوقف السيارة، لا يمكن أن نفسر كل أنواع التوقف بحالة واحدة أو بصفة واحدة.
فهذا الموضوع دقيق جدا وينبغي أن نقف عنده قليلا. يعني هل معصية هي؟ الإنسان لأنه إذا رأى معصية فشعر أنه فوق هذا المستوى، يعني عير أخاه بها، ربما الله سبحانه وتعالى عافى أخاه وابتلاه. شوف سيدنا يوسف ماذا قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني حتى موقف المؤمن من إنسان عاصي في موقف فيه تكبر، في موقف فيه أدب. فلذلك العلماء قسموا حالات العصاة أمام المعاصي إلى أنواع كثيرة. أول نوع من العصاة هؤلاء هم الجهال، هؤلاء ينطلقون إلى المعاصي كما ينطلق الجائع إلى الطعام، لا يفرقون بين طعام حلال أو طعام حرام، طعام طيب وطعام سيء، طعام يجوز أكله، طعام لا يجوز أكله. إنسان جائع ينطلق إلى طعامه من دون أي اعتبار آخر. قال العلماء: هؤلاء هم الجهال، وهؤلاء يشبهون في انطلاقهم إلى الشهوات وإلى المعاصي الحيوانات. الحيوان ركب من شهوة فقط، فحيثما وجد بغيته من طعام أو شراب أو لذة انطلق إليها وكفى. فالذي ينطلق إلى المعصية من دون توقف، من دون تبصر، من دون سؤال، من دون تأمل، من دون أن يسأل نفسه: هل هذه معصية؟ ما نوع هذه المعصية؟ هل ترضي الله؟ هل يرضي الله أن أعصيه أم لا يرضيه؟ هذا الذي لا يعبأ ولا يفكر في خالقه ولا في نوع عمله ولا في مؤدى معصيته، هذا إنسان مستواه في مستوى البهيمة. بالمناسبة هناك موضوع دقيق جدا، الإنسان ما الذي يحركه؟ أنت تتحرك نحو أشياء ترغب بها أو تحبها، ما الذي يجعلك تتحرك نحوها؟ هو شيء واحد، هو أنك تملك تصورا في ذهنك حول هذا الشيء. إذا تصورت أن أخذ هذا المال بشكل غير مشروع يعد ذكاء ويعد مكسبا ويعد غنيمة ويعد مردودا كبيرا بجهد يسير، إذا تصورت هذا فعلة هذه المعصية هذا التصور الفاسد، علة هذه المعصية هذا التصور الفاسد. فالإنسان دائما الذي يدفعه إلى السرقة أو يدفعه إلى أكل المال الحرام أو إلى كسب أموال بالباطل أو إلى أكل أموال الناس بالباطل سوء تصوره للمال. المال له طريق مشروع نأخذه، وهناك طريق غير مشروع. إذن الموضوع هو أن الذي يجعلك تتحرك حركة صحيحة صحة التصور، والذي يجعلك تتحرك تحركا مغلوطا خطيرا هو سوء التصور. أضرب على هذا مثلا، يعني في السيارة مصباح أحمر اللون، إذا تألق معنى ذلك أن الزيت في المحرك قد قل عن المستوى الضروري، يجب أن تقف فورا وأن تضيف الزيت إلى المحرك. إذا تصورت أن هذا المصباح عندما يتألق إنما يتألق من أجل أن يسليك في الطريق، هذا التصور ينتهي بك إلى إتلاف محرك السيارة. الذي يملك تصورا صحيحا لسبب تألق هذا المصباح الأحمر هو الذي يصون محركه، والذي لا يملك هذا التصور الصحيح هو الذي يتلفه. إذن ما الذي يجعلك تنطلق نحو الأهداف الصحيحة وفق الوسائل الصحيحة؟ أن تملك تصورات علمية. ما هو العلم؟ العلم علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها، عليها دليل تطابق الواقع. أي شيء خالف الواقع يسميه العلماء هو الجهل، الجهل ما خالف الواقع. فإذا كل تصوراتك من أجل ألا تكون موصوفة بالجهل يجب أن تكون واقعية. هلأ بكسب المال، بإنفاق المال، بالنظر في الطريق، في علاقتك مع الجار، أيام تكون علاقتك معه أنت أقوى منه، فتشعر أنه قوتك تدعوك إلى أن تأخذ ما ليس لك، وأن هذا من قبيل المكان العليا في الحي، أنت إنسان قوي وها قد أخذت شيئا ليس لك،
هذا التصور المغلوط يدفعك إلى المعصية، والمعصية تستوجب المعاقبة. إذن الذي يدفعك ويحركك نحو العمل الصحيح التصور الصحيح في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقاتك بالنساء، علاقاتك بالجيران، علاقاتك بالزبائن، علاقاتك بكل إنسان. فالجهل تصور مخالف للواقع. طيب، الحقيقة العلمية التي هي علاقة بين شيئين يجب أن تكون قطعية، فإن لم تكن قطعية فهذا هو الشك، والشك 50-50، والوهم 30-70، والظن 70-30. يعني أنت إذا ما لك متأكد الحقيقة، لما الإنسان بيكون متردد في قبول فكرة، هذا التردد يمنعه من أن يأخذ بها. يجب أن تكون تصوراتك للأشياء أولاً مطابقة للواقع، ثانياً مقطوع بصحتها، ثالثاً توافق المنطق، رابعاً عليها دليل. إذا أردت أن تجعل كل تفكيراتك ومعارفك ومعتقداتك وقيمك من هذا النوع، فإن هذا الموقف العلمي يقودك شيئاً فشيئاً إلى التصرف الصحيح. ومن هنا فسر العلماء قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو أنك اطلعت على ما في الجراثيم من أمراض خطيرة، واطلعت على طرق العدوى، إذا اطلعت على هذه المعلومات اطلاعا صحيحا، إن هذا يدفعك إلى أن تنظف الأشياء تنظيفا تاما وأن تعقمها. فهذا السلوك الصحيح أساسه معتقد صحيح. الآن في عندنا قاعدة: العقيدة الصحيحة لا بد من أن تثمر عملا صحيحا، والعقيدة الزائغة لا بد من أن تثمر عملا منحرفا. فهناك علاقة ترابطية بين صحة المعتقد وبين صحة العمل. هذه علاقة ترابطية، يعني أي خلل في العقيدة ينتج عنه خلل في السلوك، أي خلل في السلوك أساسه خلل في العقيدة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم هو نفسه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالعصاة من الدرجة الأولى، هؤلاء مشهدهم للمعصية مشهد الشهوة الحيوانية. هؤلاء ينطلقون إلى المعاصي من دون قيد أو شرط، من دون توقف، من دون تريث، من دون تأمل، من دون مراجعة، من دون معاتبة، من دون محاسبة. هؤلاء هم أخطر نوع من العصاة، لا يزال الله عز وجل يمدهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. من هنا تأتي بعض المصائب، مصائب قسم، مصائب قسم، يعني هذا أعماله كلها سيئة، يعيش ليقتنص الملذات، يعيش ليأكل، يعيش ليستمتع بشكل صحيح أو غير صحيح، مقبول أو غير مقبول، من شيء مشروع أو غير مشروع. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من العصاة، هؤلاء يعني بعدوا عن الدين ورأوا أن الإنسان له طبيعة خاصة، إن فعل هذا فهو يفعل هذا تلبية لحاجاته النفسية، إنه بحاجة إلى المرأة، فإذا غازل امرأة مثلا هذا ميل طبيعي وحالة صحية. هؤلاء الذين يبحثون عن قواعد النفسية بعيدا عن أوامر الدين، بعيدا عن نواهيه، ربما ينصحون بعض المرضى باتخاذ صديقات. بعض علماء النفس، بعض أطباء النفس ينصحون بعض مرضاهم باتخاذ صديقات. يعني هم في مفهوماتهم وفي تصوراتهم بعيدون عن أوامر الدين وعن نواهيه، إنما ينطلقون من أن هذا الإنسان كائن يعيش ليأكل ويعيش ليستمتع، فهذا شيء طبيعي من طبيعته ولا شيء عليه. هؤلاء الذين غفلوا عن حقيقة الدين وعن حقيقة الحياة وعن جوهر الدين، هؤلاء ينطلقون إلى اقتناص الملذات بدافع من أنها شيء طبيعي لا بد منه، يحقق توازنا في الحياة النفسية. هذا نوع آخر من العصاة، نمط غربي، يعني ما في عنده قيود، كل شيء مباح ما دام هو ناجح بعمله ودخله كبير، تجارته رائجة، معمله نشيط، إنتاجه جيد،
صادق في أقواله انتهى الأمر. أما ارتكب هذه المعصية أو تلك، هذا النموذج الغربي، نموذج يؤمن بالمادة، يؤمن بالإنجاز، أما علاقته بالآخرة، علاقته بالموت، علاقته بالله عز وجل، فهي علاقة سيئة جدا، أو تكاد هذه العلاقة أن تكون معدومة. يعني مرة رجل التقى بإنسان غربي قال له أنا لا يعنيني إلا ثلاث أشياء: منزل أكبر، وسيارة أكبر، وزوجي أجمل فقط، هذا كل مطالبه في الحياة. هؤلاء الطبيعيون، الصنف الأول الحيوانيون، حيوان أمام قطعة لحم ما بيخطر أبدا في باله أن هذه القطعة له أو ليست له، يأكلها أو لا يأكلها، هذا خارج اهتمامه كليا. النمط الثاني الطبيعيون، يعصون وكأن المعصية جزء متمم لكيان الإنسان. وهناك من يعصي ويعتقد اعتقادا خطيرا جدا أن الله أجبره على هذه المعصية، كله مكتوب، كاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض تنطرد، هيك الله مقدر عليه. يعني هي عقيدة خطيرة جدا، أن الله عز وجل أجبر عباده على المعصية، أجبرهم، فهو يعصي وكأنه ما فعل شيئا، هيك الله مقدر عليه، بإلا يعصي المعصية وهو مكلف بالطاعة، مكلف بأن ينتهي عن هذه المعصية بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلماء بلغوا وسمع خطب وحضر مجالس علم وعرف كل شيء، ويقول لك بعدها أن الله عز وجل قدر عليه هذه المعصية، هذا كلام مرفوض. هذه عقيدة أهل الجبر، أهل الجبر أو الجبريون يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على المعصية، وأن الإنسان شأنه مع القدر كشأن ريشة في مهب الريح، وكل ما ارتكب معصية يعزوها إلى الله عز وجل، وبأن الله قدرها عليه، وهو ما فعل أكثر من أن نفذ أمر الله في هذه المعصية، يعني عصى الله ونفذ حكمه. لذلك لما سيدنا عمر جاءه رجل شارب خمر، سأله لما شربت الخمر؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، وقال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. الصنف الأول الحيوانيون، بهيمة، والإنسان بلا علم وبلا معرفة بالله عز وجل شأنه كشأن البهيمة، ولو أردتم مني دليلا فهذا هو الدليل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة. هذا أول مستوى، مشهد الإنسان الحيواني الذي لا يعنيه إلا قضاء شهوته من أي طريق بأي أسلوب من أي جهة، يريد المال والمتعة بأي طريق. الثاني إنسان مثقف، يرى أن المعصية شيء طبيعي جدا، شيء من كيان الإنسان، يعني هي حاجة الله أودع بالإنسان، يعني يفعل الموبقات وكأنه ما فعل شيئا، هو الأصل يكون إنتاجه جيد وكلامه صادق في معاملته. هذا نوع من المعاصي، هؤلاء ينكرون الأديان كلها ولكن آمنوا بشيء معين من بعض القيم. أما الصنف الثالث، صنف يرتكب المعصية ويعتقد أن الله أجبر عبده على هذه المعصية. لذلك قال الإمام الحسن رضي الله عنه: من حمل ذنبه على الله فقد فجر، من حمل ذنبه على الله فقد فجر، يعني هناك ذنبان. ألم يقل سيدنا عمر أقيموا عليه الحد مرتين؟ مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله، افترى على الله، يعني لا يكفي أنه فعل هذه المعصية بل عزى هذه المعصية إلى الله عز وجل. ما من عقيدة أخطر في الحياة من أن ترتكب المعصية وأن تظن أن هذه المعصية إنما أجبرك الله عليها. والرد القاطع بآية محكمة: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، فمن تكلم بهذا الكلام فهو بنص القرآن مشرك،
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والعلماء قالوا لمجرد أنك تؤمر وتنهى فأنت مخير. إذا قلت لإنسان سر على اليمين معنى الطريق يحتمل يمين ويسار وأنت مخير، مجرد الأمر أي أنت مخير. ودليل آخر، ما من إنسان يوم القيامة كما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى إلا ويعترف بذنبه وبخطئه، فلو كان مجبورا على المعصية لما ندم ولا ما استرجع ولا ما عوتب ولا ما قال يا ليتني قدمت لحياتي. على كل، الحديث تحدثنا به كثيرا وعرج في دروس كثيرة جدا، يعني عقيدة أهل الجبر أنهم يعصون الله عز وجل لأن الله قدر عليهم هذه المعاصي، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أيعقل أن يأمرك الله بشيء وينهاك عن شيء ثم يجبرك على أن تفعل هذا الذي نهاك عنه؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وصنف آخر من العصاة، هؤلاء يعزون المعصية إلى فعلهم هم، هذا الذي يؤمن أنه خلق فعله وأن الله لا علاقة له بالمعصية وأنه قد يقع في الكون شيء لم يشأه الله عز وجل، هذه أيضا عقيدة القدرية وهي عقيدة غير صحيحة. هذا الذي يعتقد أن الله خلق فعله يعني هو الذي أجبره على المعصية، هؤلاء الجبريون. وهؤلاء الذين يعتقدون أنهم خلقوا أفعالهم وأن الله لا شأن له بهم، هؤلاء هم القدريون. على كل، هؤلاء الأصناف الأربعة من العصاة منحرفون في عقيدتهم، منحرفون في سلوكهم. لكن أهل الإيمان ما رأيهم في المعصية؟ رأي أهل الإيمان في المعصية أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. يعني هذا الذي وقع أراده الله لحكمة بالغة قد نعرفها وقد لا نعرفها. لا نقول نحن إن الله عز وجل أجبر عباده على هذه المعصية، إذا كان أجبرهم لما يحاسبهم وما ذنبهم؟ كما لا نقول إن هؤلاء العصاة خلقوا أفعالهم وكأنهم مستقلون عن الله عز وجل وكأن شيئا يقع في الكون من دون مشيئة الله، هذه عقيدة زائغة وتلك عقيدة زائغة. ولكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع يجب أن يقع، لأن الكون ملكه. والدليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يقع شيء إلا بإذن الله ومشيئة الله وإرادة الله وعلم الله وقضاء الله وقدر الله. لكن هذا الشيء لماذا وقع؟ هنا السؤال. ما دام قد وقع فقد أراده الله، ما دام الله قد أراد شيئا فلا بد من أن يقع. لماذا وقع؟ نقول الإنسان أحيانا قد يريد شيئا بدافع من قوة قاهرة، وقد يريد شيئا بدافع من إغراء شديد، وقد يفعل شيئا لأنه جاهل. لكن هذه الأشياء الثلاثة لا تليق بالله عز وجل، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يجب أن تعتقد أن هذا الذي وقع خير. لكن في عندنا خير مطلق وخير نسبي. الإنسان حينما يصاب بالتهاب زائد الدودية، الخير له أن ينقل إلى المستشفى
وأن يوضع في غرفة العمليات وأن يخدر وأن يشق بطنه وأن يخرج الدم ويأتي الجراح فيستأصل هذه الزائدة. هذا خير، هذا خير في حق هذا المريض. لذلك كل شيء يقع يعتقد أهل السنة والجماعة أنه خير، خير في حق من وقع في حقهم. وهذا يؤكد قول الإمام الغزالي رضي الله عنه: ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذا الموقف المعتدل، موقف أهل السنة والجماعة، موقف أهل الحق. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. إرادته متعلقة بالحكمة البالغة، حكمته البالغة متعلقة بالخير المطلق. أنت كمؤمن قد تكشف الحكمة وقد لا تكشفها، إن كشفتها فقد كشفتها، وإن لم تكشفها اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الذي وقع هو في مصلحة هذا العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعباده إلا بالخير. لكن العبد المريض الخير في حقه الحمية، والعبد الذي فيه مرض عضال الخير في حقه استئصال هذا العضو المتورم، والخير النسبي هو بحسب الحالات المرضية. والحمد لله رب العالمين.